اهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مكملين نهار جديد. تاج حواء او زينه المراه دايما في شعرها، وعشان كده دايما بنتكلم عن اهميه الحفاظ على الشعر. وليه ما بقاش بس حتى الحقيقه الحواء، انما كمان حتى ادم، كل الرجاله بتهتم النهارده انه ازاي نحافظ على شعرنا. حتى اطفالنا النهارده بنهتم جدا نجيب لهم شامبوهات معينه، كريمات معينه، بنخاف جدا من انه الشعر يقع. خارجين من صيف ومصيف وبسين وبحر وعوامل كتير ممكن تكون أثرت على الشعر أو على الفتلة بتاعة الشعر، وبنبتدي ندخل بقى عايزين نهتم بشعرنا، نرجع تاني منين الشعر اللي مش هايش أو مقصف أو بيتساقط. في ناس داخلة على صلع، إزاي ممكن نتعامل مع الشعر بكل مشاكله وكل معاناته؟ النهاردة هنعرف ونتعرف أكتر. تابعونا في الفقرة دي مع دكتور إسراء علاء، خبيرة التجميل والعناية بالبشرة. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بيك يا منورانا. وزي ما وعدتينا كده فعلا، إنه بعد ما اتكلمنا في البشرة الحلقة اللي فاتت، الحقيقة كانت حلقة مهمة جدا وناس كتير جدا استفادت منها وكلمتنا الحقيقة، لكن كمان وعدتينا نتكلم عن الشعر. واحنا طبعا يعني ما شاء الله الدكتوره جميله دكتور اسراء، فلازم نستفيد طبعا كمان من خبرتك العمليه والعلميه. الشعر بدايه كده قبل ما نقول وندخل في مشاكله، هل هو زي البشر كده في منه انواع بشر، شعر دهني، شعر جاف؟ كده كده الشعر في منه كذا نوع، بيبقى في منه جاف ودهني، وبيبقى في يعني بينتج عنه كل نوع، وفي شعر عادي اللي هو مختلط العادي اللي هو ما فيش فيه اي مشاكل، هو شعر طبيعي جدا. والشعر الطبيعي مش معنى ان الشعر طبيعي اللي هو لازم يكون مفروض. في انواع للشعر اللي هو ممكن يكون ان هو شعر بالظبط، فمش لازم ان انا اوصل اللي هو مرحله ان هو طبيعي فان هو مفروض. لا خالص. هو والله يا دكتور ما بقاش حد عاجبه حاجه، يعني الكيرلي عايزاه طول الوقت ليس او مفروض بالزبط. الليس لا، انا عايزه كيرلي، ويدوروا على الـ 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 يعني اجهزه او المكوات الشعر اللي بتخلي الشعر كيرلي. فيعني كل واحد ما بقاش عاجبه حاله، كل واحد عايز يغير دايما طول الوقت في شكل الشعر وقصات الشعر. لكن اكيد الحاجات دي كلها بترهق الشعر، يعني المكوى، السشوار، البيبي ليس، الصبغات، كل ده حاجات فيها ارهاق كبير جدا للشعر. كل دي بتسحب كل الترطيب اللي موجود في الشعر اللي بيطلع الشعر بشكل صحي وطبيعي وفي زيوت طبيعية. كل الحاجات دي بتخلي الشعر يفقد كل الترطيب اللي موجود فيه، ودي حاجة مهمة ان المفروض كل واحد يعرف نوع شعره ويبدأ يجيب البرودكتس الطبية اللي مخصصة لشعره. يعني ما ينفعش انا شعري طبيعي ما فيهوش اي حاجة اروح مثلا اجيب منتجات ليها علاقة بالشعر الجاف او منتجات العلاج القشرة. كل واحد المفروض يعرف نوع وطبيعة شعره، يبدا يهتم يحط روتين يومي، مش بشكل يومي يعني طبعا ان هو ان انا اغسله بشكل يومي، بس احط روتين بشكل اسبوعي. لو في حاجة كل يوم مثلا زي السيرم ده بستخدمه بشكل يومي، حاجات دي ابدا ان انا امشي عليها بشكل مستمر. جميل. ما ينفعش ان انا يعني اروح اجيب منتجات مش متناسبه مع نوع شعري. جميل. وحضرتك بتتكلمي عن غسيل الشعر مش بشكل يومي، الناس اللي بتبقى راجعه من الجيم، الناس اللي كل يوم بتغسل شعرها، ده غلط على الشعر؟ الشعر دي من اكتر العادات الغلط الناس تعملها، ان كل يوم الشعر يتغسل، ده مجهد وملهق جدا للشعر. يعني الشعر بيفقد كل الترطيب اللي فيه، كل الزيوت اللي فيه لو اتغسل بشكل يومي. لازم كل قد ايه تقريبا؟ يعني من مره لمرتين ماكسيمم لو هو شعر دهني في الاسبوع بالظبط. لو كده كده ده ملوش علاقه بالشاور، يعني ما فيش مشكله ناخد شاور كل يوم، بس هنلبس زي كاب او كده، بس ما نغسلوش بشكل يومي. جميل. وهو كده كده ملهاش علاقه بان الشعر مش هيبقى نظيف او كده، لا، احنا لو اهتمينا بيه وغسلناه مره مرتين في الاسبوع كده انا بحافظ على شعري. جميل. ازاي كمان احافظ على نضاره شعري واحنا خارجين بقى في فتره تقلبات فصول بقى، وخارجين من الصيف داخلين في خريف، ولسه الشتاء وقشره الشعر والمشاكل اللي ايه كل فصل وليه مشاكله، احافظ ازاي على نضاره الشعر وهو خارج بقى من صيف مهلك، يعني كل عوامل التعريه بسين وبحر ومصيف وشمس حارقه؟ ف اهم ثلاث حاجات بيبقى دايما في الروتين بتاعنا، الشامبو يكون شامبو طبي، يعني شامبو طبي اجيبه من الصيدليه مخصص لنوع شعري، ما يبقاش فيه بقى حاجات مثلا
عطرية أو كده ممكن إن هي ما يعني شعري مش هيستفاد بيها، ممكن كمان يبوظ. جميل، دي أول حاجة. يعني تاني مهتمش بنوعية الشامبو بالإيه وبريحة إيه لا 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 قد لا مهتم بنوعية الحاجات الخالصة من ده. بالظبط، أهم حاجة الشامبو وظيفته إن هو بيتحط على فروة الشعر وبس، بينظف الفروة بتاعة الشعر، بيشيل بقى أي حاجة تراب، البقايا بتاعة البرودكتس اللي أنا كنت بستخدمها طول الأسبوع. بعدين تاني حاجة بستخدم الكونديشنر، الكونديشنر ده بستخدمه على أطراف شعري عشان أشيل بقى أي حاجة جات عليه، مثلا شامبو أي حاجة، فده حاجة تاني حاجة مهمة جدا بعد الشامبو. آخر حاجة بقى السيرم، السيرم ده هو بيحافظ على شعري، بيحافظ على شعري حتى لو أنا في عندي مناسبة أو حاجة ومضطرة أن أنا أعمل شعري مثلا، لازم احط قبلها سيرم. السيرم ده بيحافظ على شعري ان انا ما يبداش ان هو يقصف يتكسر، الكورتكس القشره اللي عليه من بره دي اللي هي الشفافه اللي بتحفظ شعري تبدا انها تتقطع وتبوظ. يعني اقدر اقول السيرم ده للمناسبات فقط ولا ده للعنايه سكن؟ يعني مش خلينا نقول مش سكين كير طبعا، لا يعني هير كير، وده العنايه بالشعر بشكل يومي طول الوقت بالزبط عشان احافظ عليه، ولا لا ده لو راح مناسبه عشان يثبت الشعر؟ لا بستخدمه لو انا هتعرض لشمس، لو انا خارجه، هو بيحمي شعري السيرم بشكل، يعني السيرم ده لازم استخدمه بشكل يومي سواء انا خارجه بره او كده، ولو كمان هضطر ان انا يعني اعمل شعري، ده جزء مهم قبل ما ابدا ان انا اعمل شعري عشان يعني بيحافظ عليه. طب لو حبيت كل واحده النهارده بتتفرج عليها عايز تعرف ايه الفرق ما بينه وبين حمام الكريم؟ السيرم حمام الكريم بيغذي الشعر من الفروه، ان هو يبدا ان هو يعني حاجه بتزود الشعر وبتحافظ عليه، تغذيه بالظبط، بتغذي الشعر، لكن السيرم بيحميه. يعني ملوش من الشمس من المشاكل اللي بتعرض، السيرم مش بيطول الشعر، مش ما بيغذيش، يعني مش بيغذي الشعر، لا هو بس حماية فقط، بيحمي بروتكشن، يعني بالزبط. زي السامب لوك كده للبشره بالزبط من الشمس، زي البرايمر اللي بنحطه تحت الميك اب عشان يحمي من البشره انها تتعرض للميك اب والكيميكالز بتاعت الميك اب. دي العنايه بالشعر عشان احميه من المشاكل. لكن انا النهارده مثلا اتعرضت لتقصف لهيشان، خارجه بقى شعري مهلك، هل ممكن ارجعه تاني للنضاره بتاعته ولا لا محتاج طريقه معينه اقص بقى الشعر التالف؟ ما فيش مشكله، انا مثلا شكل شعري مش عاجبني وعايزه ابدا اهتم بيه، ممكن ابدا اظبط شكله الاول، بعد كده ابدا التزم بثلاث حاجات. اول حاجه النفسيه، دي حاجه ليها دور كبير في الشعر. تاني حاجه اظبط اكلي، في سواء البروتين، يعني اظبط البروتين في الاكل بتاعي. وثالث حاجه ابدا ان انا اخد فيتامينز بعد ما ارجع للدكتور، واتشيك اب كل فتره على الحديد، لان هو ده ليه دور كبير في ان الشعر يفضل يطول وما يقعش. ده من اكتر العناصر اللي لازم اهتم بيها في شعري. جميل قوي، يعني ارجع للدكتور وانا باخد المكملات بتاعتي الغذائيه بالزبط. مش من نفسنا، مش من صاحبتي اللي قالت لي بتاخد ايه فاروح اجري اخد زيها عشان هي جابت مكمل معين للشعر واو بيعمل نتيجه، اللي نفع مع صاحبتي مش هينفع اكيد معايا، ممكن يكون انا كمان عندي مشكله تانية بالزبط. مشكله وراثيه، عندي مشاكل تانية، فاكيد مش كلنا نفس الحاجه. لازم ان انا ارجع للدكتور طبعا قبل ما اخد اي حاجه، او الصيدلي في الصيدليه، في حاجات ممكن تتصرف من غير ما ارجع للدكتور، وفي حاجات لا لازم اعرف انا طبيعه شعري ايه او نوعيه شعري ايه او انا مش عارفه اهتم بيه ازاي. انا هقف عند النفسيه بقى، وحضرتك قلتي النفسيه بتاثر على الشعر، يعني شعرنا بنفرح يفرح، بنزعل بيزعل معانا، يعني بيتاثر بنفسيتنا جدا. يعني حتى كانوا بيقلشوا عليه في الفيسبوك يقول لك انا ازعل لكن قولوني وشعري بيتاثروا ليه بالزعل بتاعي، هما مالهم؟ للاسف معظم اصلا المشاكل سواء البشرة أو الشعر ليها علاقة برضو للأسف بالنفسية. يعني كل طول ما أنا مظبطة الدنيا نفسي تمام، هبدأ إن أنا أخد ستيب كويسة إن أنا أبدأ بقى أصلح وشي شعري، فدي ستيب مهمة جدا. يعني افرحوا يا جماعة فرفشوا كده شعرنا، مش مستاهل إن الدنيا تخليه يقع. اللايف ستايل بشكل عام لازم يبدأ إن هو يتغير. جميل، يعني لايف ستايل حياتي انا مثلا لازم ابدا اغيره لو انا هبدا بقى من الاول خالص، شعري بشرتي كل حاجه. جميل، لازم يبقى لينا لايف ستايل مختلف بالزبط للعنايه بالشعر والبشره. انا هدخل بقى عند حته الوراثه، يعني في هل الجينات الوراثيه بتلعب دور
في مشاكل الشعر، يعني مثلا العيله عندها كلها مثلا شعر خفيف في صلع وراثي، هل بيتاثر بيه الاجيال اللي طالعه فعلا؟ للأسف اه، وبتبدأ تظهر مثلا بعد 23 أو 24 سنة لو في حد مثلا، أو ممكن يعني الولاد أكتر بيتأثروا بالموضوع ده بعد 23 أو 24 سنة، الشعر بيبدأ يقل وبيبدأ يخف، فهي فعلا بتكون مشكلة وراثية. ممكن نبدأ إن احنا يعني نعرف نحل المشكلة من بدري، لو في مثلا كريمات معينة أدوية ممكن أبدأ أخدها ما تبدأ تعرضنيش ده. توقف بالظبط، أو جميل تبدأ قوي، تقلل إن يحصل كده. حلو. يعني انا مش معنى ان انا عندي وراثه او جينات او كده انا ممكن الحق نفسي من بدري، ما تخلينيش بالظبط، ادخل على السن ده الاقي نفسي زي أو بقيه العيله. حتى أبدأ إن أنا أشوف لو أنا حابة مثلا أعمل زراعة شعر أو حاجة، بس أبدأ أخد ستاب من بدري شوية جميل عشان ما تفاجئش إن أنا إيه ده، أنا شعري وقع. جميل. عايزه بقى دكتور اسراء كده تدي خبرتها للناس، وزي دكتور اسراء حافظت على شعرها وما شاء الله يعني شعرك جميل، ازاي ممكن الناس او البنات او السيدات او كل اللي بيتابعونا حتى لو رجاله يهتموا بشعرهم ويحافظوا عليه، وخصوصا مع كل شعره بتقع الواحد بيبقى زعلان وحزين جدا عليه، ازاي ما يخليش الكميات اللي بتقع دي بالشكل ده؟ اول حاجه غسيل الشعر بالميه السخنه المغليه، دي مع حاجه الشتاء يا دكتور، طب كارثه. نعمل ايه في الشتاء؟ نغسله على يعني نغسله على الحوض مثلا، ابدا ان انا اغسل شعري على الحوض، لو انا مش هستحمل الميه الفتره او السقعه على جسمي مفيش مشكله، جميل. ممكن ابدا اغسله على الحوض عادي، وبعد كده خلاص يعني اكمل الشعر بتاعي عادي، مع ان الميه السخنه برضو غلط على البشره، بس يعني طالما انا خلاص جسمي طبيعي، جسمي مش متعوده على درجه ممكن حراره يستحمل معينه. برد فيمكن بالظبط الجسم، لكن الشعر لازم افصله. بالظبط، حلو. دي اول حاجه. تاني حاجه الصابون، ما ينفعش اللي هو او الحاجات اللي هي اتنين في مدمرة واحد، اللي هو مثلا ده شامبو وكونديشنر مع بعض، لا لازم ليه؟ اتنين في واحد ده غلط. اللي هو الشامبو والكونديشنر، لا لازم استخدم ده لوحده واستخدم الكونديشنر بعديه، عشان لو في اي بقايا من الشامبو تتغسل، فبنفضل ان احنا نفصل التو برودكتس دول عن بعض. وياخدوا قد ايه تقريبا على البشره على الشعر؟ لان في ناس يقول لك ما تقعديش الشامبو في شعرك، هو تحطيه وتغسليه على طول. بالظبط، لا لا ما نسيبش الشامبو وقت طويل على شعرنا، عشان اصلا شامبو يعني هو بس بينظف الفروه وخلاص، ما سيبوش بقى. انا في ناس 5 دقايق، لا اللي بيتساب ده الكونديشنر، الحمامات الكريم، البلسم. حمام الزيت اوكي سيبيه مثلا من تلت ساعه نص ساعه، لكن الشامبو لا خلاص، وانس انا خلصت خلاص ببدا ان انا اغسله على طول. جميل. طبعا الصابون ما ينفعش، الصابون ده في ناس بلاقيها بتغسل شعرها بالصابون نفسه، الصابون ده بيخلي الشعر يعني هو الميه بتاعه الحنفيه مع الصابون بتعمل الاملاح دي، الاملاح دي بتخلي الشعر ناشف ومش حتى مش يعني مش بيرضى يتسرح. ده بالنسبه يعني لطبيعه الشعر، ما الصابون مش مناسب جدا خالص، بيعمل التهابات في فروة الراس نفسها، فيستحسن ان احنا نبعد تماما عن الصابون. جميل. دي يعني اهم النصايح اللي ممكن يستفيدوا بيها كل اللي بيشوفونا النهارده، لكن خليني اقول لك كمان انه في وصفات النهارده بنقعد طول الوقت نتفرج عليها على السوشيال ميديا او الفيديوهات، الثوم، الزيت اللي مش عارفه الجرجير، زيت النعناع، يعني مجموعه كده خليط زيوت، يقول لك وصفه هايله جدا. شايفه حضرتك مع الوصفات دي ولا ضد الوصفات دي للشعر؟ انا مع الزيوت، زيوت. الزيوت بس تكون من مكان مخصص يعني زيوت مخصصه للشعر، مش مش من زيت المطبخ، طعام مش من يعني المطبخ، ياخد من زيت الزيتون اللي في المطبخ؟ لا لا. تمام. زيوت مخصصه للشعر، لان الاكل غير الحاجات اللي بنحطها على بشرتنا على شعرنا، الاكل بناكله لو في حاجه جسمي المناعي هتصرف، لكن ان انا احط الحاجه على طول على شعري على وشي بشرتي هتمتصها دايركت. جميل. ممكن الحاجات دي تكون فيها بكتيريا، زي بيض، بيحطوا بيض على الشعر، ده اكتر حاجه خطر يعني جدا. خطر. بالظبط، لان البيض ممكن يكون فيه سالمونيلا، ممكن البشره لو ما تمتصها احنا كده دخلنا في حاجه تانية بقى، يعني مشاكل تانية، فما ينفعش ان انا استخدم حاجات المطبخ لشعري او لوشي. والتوم يعني كتير جدا حتى يقول لك التوم ده التوم بينبت الشعر، ده مهم، مع انه يعني ريحه صعبه جدا تقلب البيت كله، لو لكن يقول لك هو مهم. يعني لو او مش زيت توم.
زيت الثوم لو هو مخصص للشعر اكيد كل حاجه فيها فايده، بس هي ان هي تكون موجوده في صيدليه في مكان هو شكل طبي بالظبط، عشان بيتعمل لها بتتظبط وبيتشال منها اي حاجه ممكن تاذي شعري، وبيتظبط البي اتش بتاعتها عشان تناسب فروه راسي وتناسب بشرتي. لكن ما ينفعش انا دلوقتي ادخل المطبخ الحاجه دي ما يعني ما دخلتش مصنع ولا دخلت اي حاجه وانا بجيبها كده على بشرتي وعلى شعري. جميل. في ناس بتروح للعطار يقول لك هات لي 7 زيوت بتوع الشعر، 6 زيوت، يعني مجموعه الزيوت بتاعت الشعر، ويخلطوه مع بعض ويتحطوا على الشعر. هل ده غلط ولا صح؟ يعني انك تخلطي نوع غير التاني مع بعض ويتحطوا كلهم في نفس، ولا لا المفروض الزيوت تتفصل كل واحد في زيوت بوقت. بتبقى مخصصه، بتبقى مكونه من 7 زيوت فعلا، وفي زيوت موجوده في الصيدليات وكده بس مش من عند العطار برضه. يعني مش عند العطار. انا ما برجحش الموضوع ده لان في حاجات ما بتكونش امنه ولا يعني سيف كفايه لان انا استخدمها، مع انه هيجيب الحاجه خام، يعني هيجيب لك الزيت خام المصدر بتاعه، فمش هقدر ابقى واخده منه زيت. ما برجحش فكره ان انا اروح للعطار اجيب زيت لشعري، لازم استخدم حاجات موجوده في السوبر ماركت او في الصيدليه، لان هي اللي بتكون خلاص اتظبطت تناسب بشرتي وشعري. جميل. انا ما اعرفش ممكن الحاجات دي تعمل لي التهابات تدخلني في سكه تانية انا مش عارفاها. هل في انواع معينه من الزيوت مهمه للشعر، وايه طريقه استخدامها؟ يعني يفضل مثلا حمام الزيت، ولا نحط الزيت عادي كده على شعري وخلاص؟ يعني حمام الزيت اللي هو بالبخار بقى وكده وبعدين ادخل اغسله، ولا لا احط الزيت وكانه زي الكريم كده؟ لا، حمامات الزيت احسن حاجه ان هي تتعمل، وبعدها يعني بعد ما اعمل حمام الزيت اغسل شعري بالشامبو. الزيوت الكويسه جدا للشعر في زيت السمسم وزيت اللوز او زيت الزيتون، زيت جوز الهند، كل الزيوت دي بتدي الشعر التغذيه الكفايه اللي هو محتاجها. وزيت الخروع بالظبط، زيت الخروع من دي الصبار. يعني مخرج بيقول لنا الصبار ده واضح ان هو مهم قوي احنا نفكر فيه. كمان يعني ما بتفرقش بقى اللي هو يعني هي مفيده لكل انواع الشعر بشكل عام، بتغذي الشعر، والزيوت دي كمان بتدي لون حلو للشعر. جميل. يعني خلينا نقول انه الشعر من الحاجات اللي مهمه جدا سواء كان عند الراجل او عند الست او حتى عند الاطفال. الاطفال نتصرف معاهم ازاي لو الطفل مثلا هو مولود بفتله شعر معينه مجعده او خشنه جدا؟ في امهات للاسف بيطوعها ضميرها معرفش ازاي، تروح عامله فرد، يقول لك لا عشان نفسيه ابني ويبقى في المدرسه ويبقى شعره حلو، ما حدش يتنمر عليه، ما حدش يتريق عليه. شايفه اهميه ده او خطوره ده على شعر الطفل ازاي في مرحله عمره؟ ولو شعره صعب قوي التعامل معاه، تتعامل معاه ازاي؟ يعني ايه بديل الفرد الصحي والامن على شعر الاطفال؟ هو اول حاجه لازم ان الطفل يحب نوعيه شعره وانا اللي حبيه فيها، سواء بطريقه ان انا اجيب له يعني توك معينه حاجات حلوه للشعر، بس لازم يكون متقبل وفاهم ان دي طبيعه شعره كده. مش لازم الشعر الحلو ان هو لازم يكون ليس او ان هو يبقى ستريت او كده، لا خالص. الشعر لازم يعني استخدم المنتجات المخصصه للاطفال، لان كمان الاطفال لو دخل الشامبو في بقهم دخل في عينيهم ما يضايقهمش او ما يعملهمش التهابات، فدي اهم حاجه لازم استخدم البرودكتس المخصصه للاطفال. جميل. ما ابداش ان انا بقى اسرح الشعر بصعوبه وعافيه واقطع فيه، لازم استخدم المشط اللي بتبقى السنون بتاعته واسعه. ابدا ان انا برضو لما اجي اربط الشعر ما اربطوش بطريقه بالظبط كده، يعني لازم الشده الجامده دي لدرجه ان انا معلمه عند كل اطفال العالم معقدين من ربطه الشعر. لا، لازم اخلي الشعر يكون يعني اربطه ربطه اللي هو انا هو ملموم وفي نفس الوقت ما يبقاش اللي هو مشدود، يعني يبقى خلاص الشعر متساب بطبيعته بس مربوط. جميل. والضفاير بيقولوا دايما الضفاير بتتعمل دايما واحنا صغيرين في المدارس دي غلط، بتاثر على الشعر بعد كده فيما بعد وتخليه طول العمر يعني مش مجعد كيرلي، يعني هل ده غلط فعلا؟ على حسب نوعيه الشعر. مش لازم ان انا يعني الطفل مش حابب ان انا اضفر شعر، خلاص ما فيش مشكله، بس ابدا ان انا احط له سيرم، ابدا احط له حاجات تحافظ على شعره. خلينا يعني نقول كمان انه النهارده احيانا كتير جدا من الرجال بيعانوا النهارده من الصلع ومن الشعر بالذات من عند بدايه الراس كده بيبقى منحول جدا،
فبيفكروا في زراعه الشعر. شايفه ان زراعه الشعر مهمه جدا للشعر، وهل في حلول اخرى بديله ولا لا هي بتبقى مرحله ولا بد منها؟ في على حسب نوعيه الصلع، في صلع بيبقى ينفع ان هو يتحل بكريمات وبادويه، وفي ناس ما بتبقاش متقبله شكلها وبتضطر تلجا للزراعه. فزراعه الشعر دي بتبقى راجعه للشخص وعلى حسب برضو الحاله بتاعته وعلى حسب الحاله النفسيه. يعني هو حالته النفسيه عايز يزرع شعر، فخلاص اوكي ممكن يروح ان هو يزرع شعر. طبعا متابع مع الدكتور، وعلى حسب النوعيه ممكن ما يبقاش محتاج، ممكن الموضوع يتحل كريمات ادويه فيتامينز، تكون مثلا المشكله مش وراثيه، تبقى نقص فيتامينز بس في جسمه. فبتفرق من شخص لشخص، ما ينفعش ان هي تبقى حاجه تبقى قاعده عامه للناس كلها. ولو اتكلمنا عن الزراعه عموما او لا ان خلاص هي دي اخر حل عنده، هل هي في مصر يعني ولا ممكن يحتاج ان هو يسافر بره؟ يعني هي في مصر خلاص بقت واصله لمرحله من التطور الحلو، ولا لا في بعض الحاجات محتاج ان احنا نسافر بره وما ينفعش اعملها غير بره كزراعه شعر؟ لا هو في دكاتره جلديه كتير في مصر شاطرين في الموضوع ده، فلا مش حاسه ان هي موضوع مستاهل. الموضوع بقى منتشر اصلا الفتره الاخيره، يعني في ناس كتيره وانفلونسرز وبلوجرز والكلام ده يعني بداوا ان هم يعملوا. طبعا الناس بتبدا تنساق ان هو انا عايزه ابقى اللي هو بيرفكت لوك، ان انا ابقى احسن حاجه واحسن صوره. فهي بتفرق من شخص لشخص، بس هي يعني ممكن ان احنا نعالج لو عندنا مشكله، بس عادي كلنا شعرنا ممكن يفرق من شخص للتاني. التغذيه بقى، اهميه التغذيه النهارده للشعر، التغذيه التغذيه يعني دايما احنا بنهتم بالحاجه اللي بتدهن من بره وتتحط من بره، وبننسى ان نوعيه اكلنا بتساهم بشكل كبير قوي في البشره وفي الشعر. فايه نوعيه الاكل اللي المفروض ان انا اهتم بيها او اللي المفروض ما تخلاش منها يومي مهمه جدا للشعر؟ البروتين مهم جدا للشعر، السلطه، السبانخ طبعا حديد دلوقتي. يعني كل الحاجات اللي فيها حديد بالظبط. جميل. البروتينات طبعا مهمه جدا. وطبعا حاسه ان هو لو انا شايفه الناس النباتيين بقى يعملوا ايه واحنا بنتكلم عن البروتين. اهميه البروتين يا جماعه في حياتنا، والناس للاسف بيتحولوا الى نباتيين فجاه كده. هو ده اسلوب يعني ممكن يكونوا اتعودوا عليه، بيعوضوها بحاجات تانية، بس طبعا البروتين ليه جزء مهم وضروري طبعا بالنسبه للشعر والبشره والجسم بشكل عام. طبعا السلطه والحاجات الخضراء مهمه جدا. الميه عشان دي حاجه اساسيه، دي ما فيش نقاش وخلاف عليها سواء بالنسبه للبشره او للشعر. صحيح، لان هو اصلا سواء البشره او الشعر اهم حاجه محتاجينها الترطيب عشان يفضلوا يعني في صوره الفريش واللي هو الصحيه والسليم. عايزه نصيحه اخيره نختم بيها الفقره او روشته لو حابه لكل بقى اللي بيشوفونا النهارده عشان يحافظوا على شعرهم، يكون شعر صحي كده وجميل ومتألق. اول حاجه ان احنا نعرف نوع شعرنا، دي اهم حاجه لازم نعملها. نبدا نشتري البرودكتس المتناسبه مع شعرنا، نبعد عن الحاجات الغلط والوصفات والحاجات اللي من على النت اللي بنجيبها. لو انا لقيت ان في مشكله عندي مش قادره ان انا احلها لوحدي، بان انا مثلا عرفت نوع شعري وجبت البرودكتس واستمريت على روتين معين ومش حاسه ان في نتيجه، لازم ابدا ان انا يعني اتوجه لدكتور او صيدلي عشان ابدا اشوف مشكله يعني طالما انا بالنسبه لي شايفاها مشكله. مش لازم كلنا يبقى شعرنا اللي هو زي ما بنشوف على التلفزيون، عادي كل شخص بيفرق، كل شخص شكله حلو بالصورة اللي هو طالع فيها. صحيح. وكمان يا دكتور الموضوع الوصفات والبرودكتس اللي بنسمعها كتير قوي على النت، ممكن تكون من البلوجر مثلا بيعملوا دعاية لشركات معينة او اعلانات، واحنا ما نعرفش وبنجري نجيب كل شوية منتج جديد وكل شهر نجيب حاجات مختلفة، ممكن تكون بتأثر على الشعر او توقعه بتجهد الشعر بطريقة بالظبط. لازم استشارة الطبيب المعالج ليا اللي عارف حالة شعري ايه بالظبط، او في صيدلية. ونبعد عن المنتجات اللي هي تبع شركات، يعني نستخدم منتجات طبية هي امنة اكتر. مش لازم ندور على لا انا عايزة جوز هند، لا انا عايزة مش عارف ما ملهاش يعني ملهاش علاقة، هي بس بتسيب ريحة في الشعر او حاجة بس كده، لكن ما بتحلش مشاكل الشعر عندي.
بشكرك شكرا جزيلا دكتور اسراء علاء خبيره التجميل والعنايه بالبشره، نورتينا وشرفنا بوجودك، ومتالقه كالعاده بالنصايح الجميله اللي افدتي بيها كل الساده المشاهدين. ميرسي ليكي جدا. اتمنى تكونوا استفدتوا النهارده من فقره الشعر، يعني كل اللي بيعاني من مشاكل نحاول ان احنا دايما نلجا للمتخصص ونشوف الطبيب بتاعنا هيقول لنا ايه، ونعمل تحاليلنا وتغذيتنا، وده الاهم، من جوه قبل من بره. لسه مكملين معاكم نهار جديد وفقرتنا الثالثه والاخيره، ولكن بعد فاصل قصير استنوا.